السلام عليكم ومساء الخير والفل والسعادة والأمل إن بكرة يكون أفضل على حضراتكم مشاهدينا الكرام مشاهدي الحياة في مصر. يا رب نكون ضيوف خفاف النهاردة على حضراتكم. النهاردة اليوم العالمي للسياحة، واسمحوا لي أفتح مع حضراتكم ملف السياحة في بلدنا. وحضراتكم أعلم الناس إن السنين اللي فاتت اتظلم فيها القطاع ده جدا في بلدنا، ومعاه اتظلم ملايين الشباب اللي كانوا شغالين فيه بسبب حادثة الطيارة الروسية والتعنت والتلاكيك من بعض الدول زي بريطانيا مثلا اللي منع سياحتها المباشرة لبلدنا لغاية النهاردة بدون سبب مقنع. لكن أي ما كان، الحمد لله القطاع السياحي في بلدنا بدأ يتعافى ووصل عدد السياح عندنا السنة اللي فاتت ل 8.5 مليون سائح. لكن طبعا البحر يحب الزيادة، عايزين أكتر إن شاء الله، بنتمنى ما يليق ببلدنا ما يليق بمصر. لأننا لو هنبص لفرنسا مثلا، هنلاقي فرنسا وصل عدد السياح فيها السنة اللي فاتت، تخيلوا ما شاء الله طبعا، يعني 89 مليون سائح، يعني أكتر من عدد سكان البلد ذات نفسهم الفرنسيين اللي عددهم 67 مليون. برج إيفل لوحده زاروا 34 مليون سائح لأنهم اشتغلوا عليه، نوروه بإضاءات مبهجة خلته يتلألأ بألوان جميلة، والأهم إنهم اشتغلوا عليه كمان في السينما الأمريكية وربطوه بالحب وبالرومانسية، فطبيعي تشوف أكتر عدد من زواره هم الأمريكان. أسبانيا كمان عدد السياح فيها وصل ل 82 مليون سائح السنة اللي فاتت، يعني أكتر من ضعف عدد الإسبان ذات نفسهم اللي عددهم كلهم 46 مليون. وهنا اسمحوا لي أرجع لبلدي، أرجع لمصر مرة تانية وأتمنى أمنيات. أولاً نفسي أشوف أهم معلم سياحي موجود في بلدي متنور كويس، بتكلم على الهرم. ليه مظلم؟ نفسي أشوفه بيتلألأ زي شكله في احتفالية الألفية سنة 2000 اللي اتعملت فيه. ليه ما يتعملش حواليه عن بعد تليفريك زي اللي تابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلالة، مدينة الجلالة، السائح يركبه ويتصور مع الثلاث أهرامات بشكل بانورامي وصوره تملى فيسبوك وتويتر، وبالتالي يحبب اللي حواليه في مجتمعه هناك إنهم ييجوا لبلدنا، ييجوا لمصر. أتمنى كمان نعمل زي دبي اللي الدعاية عندهم مش نمطية مش تقليدية وبيقلدوا فرنسا كمان في موضوع السينما. مثلا دبي بتجيب صناع فيلم زي ميشن امبوسيبل اللي فيه توم كروز واللي العالم كله بيشوفه، والمخرج يجيب مشاهد عن دبي، حاجة قمة في الإبداع تجذبك كمشاهد تتمنى أن أنت تزور المدينة دي. شوفوا كمان بداية فيلم السفارة في العمارة للزعيم عادل إمام والمشاهد المبدعة الروعة الدعائية لدبي للمخرج عمرو عرفة، ده غير طبعا دعايتهم على السوشيال ميديا، وبالتالي أصبحت دبي من أكثر ست مدن في العالم جذبا للسياحة. إحنا عندنا إمكانات سياحية مهولة، وكان رئيس بلدنا بيتكلم مع رجال الأعمال الأمريكيين امبارح عن الموضوع ده. أتمنى كمان هيئة تنشيط السياحة في بلدي هي كمان تنشط أكتر من كده، صدقوني هيعود خير كتير قوي على بلدنا، وبالأخص إنه هيخفف كمان من ضغط العملة الصعبة الدولار. ربنا يصلح حال بلدنا وحال حضراتكم، اللهم آمين.